هذه الصخرة المطلة في ذيبان باتت ملاذاً للباحثين عن فسحة أمل بعدما انتشرت صورها كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. أشعلت الصورة جدلاً واسعاً بعدما أظهرت أحد الأشخاص وهو يتدلى من ارتفاع شاهق، لكن كثيراً من الفيسبوكيين تداولوا صوراً أخرى لنفس الموقع تؤكد أن الارتفاع ليس شاهقاً. عمون زارت الموقع ورصدت الارتفاع للتأكد. طبعا عرعر اسم جمع لعرعرة، عرعرة يعني زي عرعرة كل شيء، يعني أعلى في منطقة عالية موجودة من عدوار المؤابي الملك ميشع بن كموش. طبعا هاي موجودة من شرق ذيبان عبوعد تقريبا 5 كيلو، مطلع الموجب على ذيبان، هي مهملة ومهمشة تقريبا بشكل عام ذيبان، يعني لازم هي تدور على وزارة السياحة. الصخرة الممتدة في الهواء الطلق تمنحك إطلالة مميزة على سد الموجب. يطلق بعض متداوليها على مواقع التواصل الاجتماعي عليها اسم صخرة عرعر نظرا لقربها من منطقة عرعر التاريخية، فيما تداول آخرون صورا تاريخية يظهر فيها أحد أهالي المنطقة إبان وجود العثمانيين فيها. أنا جاي من منطقة عراق الأمير، سمعت والله عن هالمنطقة أنها حلوة كثير وجينا عليها، يعني سمعناها منطقة جميلة ومطلة ورائعة، بدها خدمات أحسن من هيك لأنه منطقة زيها جميلة ناقصة خدمات كثيرة. تعاليل مسائية يقضيها الرفاق والأصدقاء يلتقطون صورا للذكرى على صخرة امتدت في عرعر تحكي قصة منطقة شاهدة على تراث عريق وإرث تاريخي عظيم.